سافرتوا؟ طب اديني بابا. انت كويسه الاول؟ متاكده انك كويسه؟ طب ادهولي. ايه يا حسام؟ ايه اللي انت عملته ده؟ البنت تعبانه، حرام عليك. مفيش مبرر يبرر اللي انت عملته ده ابدا. طب خلاص 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 خلاص، نتكلم لما ترجع. لو سمحت خلي بالك من البنت، البنت تعبانه. Is she okay؟ خدها وسافروا الجونه وما كانش فيه شبكه طول الطريق. الحمد لله. طب الحمد لله. الحمد لله ان هي كويسه. يعني هي طلعت مسافره جوه مصر؟ اه زي ما انت قلت. طب كويس الحمد لله. انا كده اقدر بقى انام وانا مرتاح. مش متخيله انا كنت قلقان ازاي عليكي وعليها طبعا. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي، تعبتك طول اليوم. اولا ما تشكرنيش على اي حاجه انا بعملها، ثانيا انا هفضل جنبك طول الوقت في اي حاجه. الحمد لله على سلامتك يا دليل. انا بجد مش عارفه اشكركم ازاي على تعبكم معايا وان انتوا ما سبتونيش خالص النهارده. وبجد يا غدا متشكره، انتي فضيتي نفسك ويعني فضلتي معايا طول اليوم، بجد شكرا. تقوليش كده بقى يا دليل، احنا كده كده امهات وحاسين بيكي، وبصراحه بقى احنا ملناش غير بعض في الاخر. طيب طالما قلتي ملناش غير بعض يبقى كلنا لازم نساعد زيزي ونحل لها مشكلتها، وايا كان كل واحده فيكم عندها ايه لازم نخلص مشكله زيزي الاول. طب بس ثانيه واحده بس يا جماعه، احنا عايزين نتاكد الاول ان هو بيخونها. It might be a misunderstanding حبيبتي، ما تخافيش. ويمكن يكون متجوزها. ايه ده؟ فوزي حويط، ولو سالته هيبجعها. لازم طريقه اعرف منها بس بخباثه. مفيش غير موبايله، اكيد عليه كل المعلومات. لو تقدري تاخدي تليفونه من غير ما يحس وتفهمين ان هو ضايع، ساعتها ممكن نتاكد من اي حاجه. بس لازم الاول يا زيزي تلطفي الجو معاه عشان تعرفي تاخديه، واوعي يشك فيكي. شفتها في مسلسل. اوبا، يبقى ربنا يستر. طالما شيرين ومسلسل ربنا يستر. انا مش هتكلم عشان انت بتزعلي مني لما انا بعلق على كلامك، هسكت اهو. طب خلاص هقلبها في دماغي وهقول لك. انا شايفه ان احنا لازم نقوم كده، كفايه قوي احنا تقلنا كمان على غاده جدا وقلبناها سوب اوبرا. خلونا نمشي. لا لا والنبي خليكم معايا شويه كمان، انا كده كده طالما دخلت في المود ده عارفه نفسي، هفتح الموبايل واطلع صور عبد الله وافضل اعيط طول الليل. والنبي خليكم معايا. ربنا يرجعه لك بالسلامه يا رب. يا رب. طيب خليكم وانا هقوم اعمل لنا عشاء. بصي بما اني اطمنت على ملك هتقومي تعملي عشاء عشان اكل. عليا. يا سلام. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ عبد الله وحشتي. وحشتيني. وحشتيني. مش مصدقة. وحشتيني قوي. دعوتك مستجابة ما شاء الله، سرك باتع. بلا باتع بلا نيلة، يلا ملناش عشا هنا. يلا. 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 يلا.